إذن هذه عودة مجددة معكم زملاء الإكمال، برنامجنا العربي بيت للكل، وهذه المرة من العراق، الشعب الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى. ضيفتي في هذه الحلقة وفي هذا الحوار الخاص الشاعرة والزميلة الإعلامية علياء المالكي، ضيفة عزيزة في برنامجنا العربي بيت للكل. مساء الخير علياء، منورتنا اليوم. مساء الأنوار، وشكرا لك، وشكرا لهذا البرنامج الجميل الذي يجمع الجميع، وشكرا لقناة العراقية الغراء. حياك الله، نورتينا. بالبداية تحدثنا في تقرير سابق عن معرض الكتاب، عندنا معرض الكتاب في بغداد، وأيضا الأردن تشهد معرض للكتاب. البعض والمراقبين يقولون بأن القراءة الورقية أصبحت لا تغني للمتذوق والقارئ العربي بوجود التكنولوجيا الحاصلة في الآونة الأخيرة في القراءات الإلكترونية عبر المواقع التواصل الاجتماعي. بالفعل العراق الذي يقرأ أصبح ينشر أكثر مما يقرأ. أحيانا نحتاج إلى أن نعود إلى الكتاب الورقي، وهناك دعوات كثيرة أقامتها بعض المنظمات للعودة للقراءة عبر الكتاب الورقي، لأن ابتعادنا حول العالم الرقمي، ابتعدنا من خلاله عن الكتاب الورقي الذي نجد فيه ضالتنا، لأنه كتاب يعني يبعث للشعراء والأدباء والفنانين إحساس بالهدوء، إحساس بالجمال، إحساس بالخصوصية، تختلف كليا عن الكتابة أو القراءة عبر أجهزة وشاشات الكمبيوتر. المشاركات العربية اليوم من خلال متابعتك لمعرض الكتاب في بغداد، المشاركات هل هي بالمستوى المطلوب في العراق اليوم؟ مشاركات دور النشر طبعاً. مشاركات دور النشر بالتأكيد هي مشاركات واسعة، يعني بالعراق تحديدا هناك أكثر من معرض يحتفي بهذه الدور، وهناك الكثير من الكتب التي تنشر وتطبع سنويا، لذا نشهد كرنفالا كبيرا، وهذا الكرنفال يتوسع ويتوسع عاما بعد عام. أما في الدول الأخرى فهذا الكرنفال يستمر ويتواصل، وهذه الدور يعني أحيانا بعض الدور يعني لا تجد لها وقتا، أنها اليوم في العراق وغدا في السعودية وسابقا في عمان وهكذا. الكتاب قل شراءه في كل معارض الكتاب في البلدان العربية اليوم؟ للأسف أصبح اقتناء الكتاب لدى البعض، طبعا لدى البعض هو ترفا، يعني يوضع الكتاب في أدراج المكتبة أو في رفوف المكتبة، بينما كان الكتاب سابقا هو الرفيق المرافق للإنسان. حاليا الكتاب يعني الجدوى من القراءة، ربما البعض لم يجد هناك جدوى من هذه، أو الوقت المتسع من الوقت، لدي الكثير من المطبوعات للأصدقاء أتمنى أن أقرأها كلها. شاركتك في معرض الكتاب في بغداد؟ نعم، أي المشاركة هي بالتأكيد قبل أيام، يعني شاركت مؤخرا في المعرض الذي أقامه يعني اتحاد الناشرين، المعرض معرض بغداد الدولي للكتاب، وكان لي طيب يعني توقيع، حفل توقيع طبعا هذا الكتاب. بالبداية من هذا الكتاب العنوان مثير للاستغراب، أسقط سهوا. نعم، ليش هذا؟ دائما نقول سقط سهوا في بعض الأحيان. نعم. عندما تكون المفردات أو الكلمات خارجة عن السياق أو عن النسق، حينما نسقط سهوا ماذا يحدث؟ نحن من نسقط سهوا. في عنواني هذا ذكرت هذا العنوان، طبعا هذه المجموعة التي طبعت مؤخرا في مصر دار مدبولي مشكورة. هذا الكتاب كتبته لمجموعة من الأحاسيس، ربما المناخ السوداوي يحيط هذا الكتاب، لذا العنوان أيضا كان سوداويا، والصورة التي انتقيتها أيضا هي سوداوية لأنها تعنيني. لماذا أسقط سهوا؟ لأني سقطت من جيب الحياة، لأني سقطت في الكثير من المحافل والمواقف في حياتي التي ظلمت فيها، لذا وجدت نفسي أنني أسقط سهوا بعد الكثير الكثير من المعاناة. إذا كانت العنوان سوداوي، أسقط سهوا أو محتوى الكتاب في داخله متن مقفى طبعا. نعم، هو كله موزون، اختاريت بأنه كله موزون. نعم، سبب اختيار الوزن في هذا الكتاب اختلاف عن كتاب يعني اصداراتك السابقه؟ اي نعم، هو هذا الكتاب له خصوصيه، انا احب الخصوصيه في يعني الكتابه. هذا الكتاب يحاكي مشاعري، يحاكي خلجات روحي، يحاكي ربما ليس فقط احساسي الذاتي، وانما الاحساس الذي اشعر به بشكل يعني عندما تقرا انت هذا الكتاب ستشعر انه تتحدث عن نفسك ولا عن نفسي اني، يعني ستكون
أنت المعني يعني. لا تعتقدين بأن أسقط سهوا راح يبحث عن هذا الكتاب ما لديهم بعض المشاكل في الحياة. بعض الآلام، بعض الأوجاع. بعض الأوجاع. نعم. يعني هذا الكتاب. ستناجيه وستخاطبه وستروح عنه. هل ممكن بشخص يشعر بحالة حب أو فرح أو سعادة أن يأخذ كتاب بعنوان أسقط سهوا؟ والله هذا بعد يعتمد على على الأهداف اللي يريد هذا الشخص. ممكن هذا الشخص يبحث عن الغرائبية أيضا، لأنه في الكتاب هناك بعض الغرائبيات. العنوان أيضا له حادثة في الحقيقة، يعني ذكرتها في كثير من المحافل، ربما لا يسعني الوقت الآن لذكرها. بذكرها. إذا اختارينا تقرينا موضوع من المواضيع المشهورة داخل هذا الكتاب، تختارين أي شيء؟ وجه ضائع. ضيعت وجهي وعدت الآن من دوني، أمضي وقلبي يقود الخط ويحدوني، من دون وجه أخط الدمع في قدري، سطرا من الحزن لو أمحوه يمحوني، في كل وجه أرى وجهي كأمكنة تغفو عليها الخطى بالهم تكسوني، تجري دموعي بكف الشمس تحرقها، نيران عشق فأشكوها وتشكوني. الله. وهكذا هي قصيدة طويلة هذه. ليش اختارت هذه القصيدة؟ حاليا؟ لا، لأن فتحت الورقة ولقيت قدامي. صارت قدامي. اليوم هم بعض الناشرين أو الكتاب أو المؤلفين يهتمون بنوعية الورق والطباعة. تعتبر نفس العنوان، العنوان إذا كان العنوان غريب أو يثير الدهشة، نوعية الورق وطريقة الطباعة أيضا مهمة في. لا، هذا حسب يعني الدفع، يعني إيش قد أنت راح تقدر، يعني ممكن إنك يعني الكتاب ممكن يكون عدد صفحاته أكثر، ممكن الكتاب يكون نوع الورق بسيط ونوع الورق أفضل. أنا أفضل طبعا بالنسبة لي أفضل الورق اللي يميل للصفرة، يعني هذا كأنما تاريخ قديم على هذا الكتاب. لا، مريح للقراءة، للعين مريح يعني. أكيد بعض الأوراق نشوف مرات أحيانا تطبع يعني تخيل الوجه الثاني، فهذا أكيد مو صحيح. المشاركات العالمية. نعم. لك رؤية خاصة بالمشاركات لمعارض الكتاب إن كان على صعيد البلدان العربية أو الدول الأوروبية، شنو الاختلافات وش ما نحتاج اليوم بالنسبة لمعرض الكتاب في العراق؟ نعم، هو إذا تحدثنا، يعني ربما نتحدث إحنا دائما حول هذا الموضوع، يعني معارض الكتاب أصبحت لها هواجس أكثر، يعني أصبحت فيها كافيهات، أصبحت فيها مطاعم، أصبحت فيها الكثير من الأمور الأخرى التي أضيفت للتشويق في هذه المعارض. في معرض فرانكفورت العام الماضي كنت في ألمانيا، ذهبت إلى حضرت هذا المعرض، وجدت طبعا جمهور الألماني معروف كيف أنه يقرأ دائما وكثير القراءة في كل مكان، لكن تفاجأت بأن هناك يعني رواد لهذا المعرض يعني لا يرتدونها لأجل الكتاب، وإنما لأجل المشاهدة الفاشنيستا، مشاهدة الأسماء المعروفة المشاهير. مو خطأ بأن تكون عناصر الجذب الأخرى؟ لا 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 نقول أن ذلك خطأ، ولكن يعني شاهدت هذه الملاحظة، هي ملاحظة كانت بالنسبة لي غريبة، يعني كانوا مثلا يحتفون بالهالوين، فكانت الهالوين هناك مشاهد جميلة في المعرض، بالعكس كانت شيء جاذب، لكن يعني بالمقارنة أنه يعني لما يعني نقف على دور نشر لا نجد هناك من يقرأ هذه الكتب أو يحاول اقتنائها أو شرائها، فهذه هنا المعادلة. حتى كانت صديقتي هناك كانت يعني بناتها كانوا حابين يجون للمعرض لأجل التصوير تصوير يعني وليس لأجل اقتناء الكتب، رغم أني يعني أعرف أنهم مثقفين يعني، لكن الكتاب أصبح أيضا يعني خصوصية معارض الكتاب لها تعددت أكثر يعني جوانبها وأهدافها. بحديث واقعي ممكن أقصد، عفوا يعني قصدي أنه مبدأ تجاري أصبح أكثر من ما هو أنه مبدأ ثقافي، هذا اللي يعني أعني تحديدا. وإحنا حتى في بعض الأحيان يقول المفروض تكون رقابة حتى على أسعار الكتب اللي موجودة في معارض الكتاب إن كان على صعيد العراق أو البلدان العربية، يجب بأن تكون وزارة الثقافة والجهات المعنية موجودة في بعض البلدان يعني تعيين أسعار خاصة لهذه الكتب. أسأل برؤية المستقبل، ماذا نحتاج إلى معرض الكتاب العراقي؟
معرض الكتاب العراقي أنا يعني بصراحة أجده حاليا يمضي في اتجاه صحيح، يعني لا نختلف أن الآن المعارض تشهد شحة في الإقبال من حيث يعني اقتناء الكتاب لأجل القراءة، ولكن إذا أردنا أن نقول أنها فاشلة أم ناجحة، لا، نحن نذهب إلى المعرض ولا نجد أحيانا مكانا يعني كي ندخل يعني للدخول، فلذا نلاحظ أن المعارض سنة عاما بعد عام يعني نجد أن المجتمع يثقف نفسه لحروض هكذا يعني المعرض، لكن ربما نحتاج إلى الإعلام أن يسلط الضوء على تفاصيل هذه المعارض ودور النشر، دور النشر عليها أن تتوسع أكثر وأن تقدم عناوينها بشكل أفضل كي يعرف القارئ ماذا يقتني وماذا يريد. أيضا شاهدنا مشاركات مهمة لوزارة الثقافة في يعني تخليد الأسماء الكبيرة التي قدمت منجز ثقافي إبداعي للعراق. في كل معرض للكتاب تكون هناك أيقونات مهمة لمطبوعات، أما عن الجواهري أو السياب أو اختيار نازك الملائكة، وهذه الأسماء أيضا هذه علامات مضيئة في معرض الكتاب اليوم. بالتأكيد يقع على عاتق وزارة الثقافة مهمة كبيرة في توثيق الكثير من الأسماء والرموز العراقية، ودأبت منذ فترة يعني على توثيق هذه الرموز من خلال هذه المطبوعات الجميلة والجديرة بالاقتناء، يعني بعض الأحيان نجد في مكتبتنا رغم أنها مليئة بالكتب لكن لا تضم ديوان للجواهري أو لا تضم ديوان للميع عباس عمارة، وهذه كارثة يعني. البعض يقول بأن النصوص ميتة، من يحيي النص؟ إذا كان صاحبها يمتلك الحياة، يمتلك الروح، يمتلك الجمال، يمتلك الفكر، يستطيع أن يحيي هذا النص ويقتله كلما كان النص صامتا. نقول أحيانا أن هذا النص صامت لا يتكلم. إذا غاب القارئ عن النص يموت النص. النصوص تحييها القراء في بعض الأحيان. يعني أنا رأيي يختلف، يعني أنا لا دائما أتفق مع كل ما يقال. يعني النصوص أحيانا التي لا تجد قراء الآن ربما ستجد القارئ بعد 100 عام. الزميلة الشاعرة والإعلامية علياء المالك نورتينا في برنامجنا العربي بيت للكل، كلمة أخيرة تحبين توجهيها من خلال شاشات القنوات الأربعة العراقية والمصرية والأردنية والفلسطينية. شكرا جزيلا، وبالتأكيد أحيي كل هذه الشاشات وهي شاشات معروفة بدعمها للمثقف العربي، وأنا أيضا بصدد الكثير من اللقاءات مع هذه الشاشات وغيرها، وشاكرة لهذه الجهود وجهودكم بالتأكيد. نورتينا، شكرا لك. إذن زملائي، كانت هذه الرحلة والإبحار في المفردة والكلمة، وكما قلنا من بلد الشعب الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى من القارئ والكاتب العراقي، يكون مسك الختام من برنامجنا العربي بيت للكل. شكرا لحسن المتابعة، دائما نلتقي معكم على حب الأوطان، في أمان الله.